السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شجرة المعلومات. في هذا الفيديو راح نتعرف على حل مشكلة الخطأ الناتج يعني عن استخراج بعض الملفات من ملف الوينرار أو الملف المضغوط، فسوف يعني تظهر هذه الرسالة بأن هذا الملف يوجد فيه مشكلة أو قيمة غير صالحة. فلذلك في هذا الفيديو سوف نتعرف على الحل لهذه المشكلة، فابقوا معنا ولنذهب إلى الحل مباشرة. أحيانا تقوم بتحميل مثلا لعبة كبيرة الحجم أو مثلا فيلم على سبيل المثال، وعند استخراج الضغط أو فك الضغط عن الملف ستلاحظ أنه يعني يوجد فيه مشكلة، تقوم بحذفه وتقوم بالبحث مرة أخرى وتقوم بإعادة تحميل ملف آخر لهذا الملف أو للعبة أو البرنامج أو عفوا الفيلم. فلذلك في هذا الفيديو سوف نتعرف على حل لمشكلة الملفات المضغوطة. كما تلاحظون لدي هذه اللعبة، وعندما قمت بفك الضغط وجدت أنه يوجد فيه مشكلة، وعندما ذهبت إلى الموقع الذي قمت بتحميل اللعبة لم أجد فيه أي من الأشخاص يشتكون من مشكلة في اللعبة. قمت بتطبيق حلين. الحل الأول هو سهل جدا، فقط عليك أن نقرأ مرتين أو عفوا تأتي إلى الملف الذي فيه المشكلة أو عدة الملفات التي فيها المشكلة، ثم تضغط على هذا الخيار استخراج الملفات، ثم تضغط على هذا الخيار، ثم تضغط على أوكي. طبعا هذه الطريقة الأولى لن تنجح معي. قمت بتجربة الطريقة الثانية وقمت باستخراج الملفات بدون أي مشاكل، وتمت إصلاح هذه الملفات المضغوطة، والآن أقوم بتثبيت اللعبة. إذن الأمر جدا بسيط. إذا كان لدي عدة يعني بارتات أو أقسام لهذه اللعبة، فتضغط على القسم الأول يجب عليك أن تقوم بإصلاح دفعة واحدة، ثم ترجع إلى الخلف وتقوم بتحديد جميع ملفات اللعبة كاملة بهذا الشكل، ثم تضغط على خيار تولز أو الأدوات، ثم هذا الخيار تضغط عليه، أو يمكنك استخدام Alt R. هنا نقوم بإنشاء مجلد جديد لكي لا تتخربط بينهم وبين الذي تمت إصلاحهم. نقوم بالدخول هنا إلى المجلد الذي قمنا بإنشائه، ثم نأخذ المسار الخاص به نضعه هنا. ثم هنا يعني إذا كانت لديك صيغة الملفات بالرار أو ملفات بالزيب، فأنا لدي ملفات بالرار. إذا كانت لديك ملفات بالزيب فتضع على هذا الخيار الثاني. إذا سوف يعني أنا في حالتي مضغوطين بصيغة الرار، ثم أضغط على أوكي، والآن سوف يتم بدأ إصلاح هذه الملفات. كما تلاحظون يتم يعني أخذ البارت الأول، ويتم الآن إعادة بنائه في القرص الجديد كما تلاحظون. إذن للتأكيد على المشكلة سوف أقوم باستخراج ملف من هنا. طبعا يوجد فيه بعض الملفات التي يعني لم تشتغل معي. إذا سوف أقوم باستخراج هذا الملف المعطل، أقوم بوضع كلمة سر. طبعا إذا كان فيه كلمة سر فيعني نفس الشيء، نفس يعني تطبيق الحل نفسه نفس، يعني لن تجد أي مشكلة إذا كانت هناك كلمة سر. إذا سوف أقوم باستخراج هذا الملف وقطع التسجيل قليلا حتى يتم يعني استخراجه، وسوف ترون المشكلة.
إذن كما تلاحظون ظهرت مشكلة، ظهرت مشكلة في هذا الملف لم يتم أو قيمة غير صالحة. إذا كما تلاحظون لم يخرج أي شيء، والآن تتم عملية إصلاح هذه الملفات. سوف يأخذ وقت تقريبا على حسب حجم الملفات. إذا بعد استخراج الملفات سوف يتم إصلاحها جميعا بإذن الله، وعند الدخول مباشرة سوف تستخرج الضغط بشكل عادي بدون أي مشاكل. قمت بتجربة هذا الحل على نفس الملفات ولكن بحجم آخر، والحمد لله تمت استخراج هذه الملفات. الآن يتم تثبيت اللعبة كما تلاحظون، والحمد لله نفعت معي الحل. إذا كانت لدي أي مشكلة فالرجاء كتابتها في تعليق. ولا تنسى النقر على اللايك والاشتراك في القناة إذا كنت زائر جديد، ومشاركة الفيديو مع أصدقائك أو مع الذين يواجهون هذه المشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.